أسعدتم أوقاتا وكل عام وأنتم بخير بحلول عام 2018. باسمي وباسم مجلس المرأة السورية نهنئكم اليوم بافتتاح مركز أبحاث علم الجينولوجيا في مدينة منبج، حيث أن هذا العلم سيفتح المجال أمام الجديد في عالم معرفة طبيعة المرأة بالإثباتات العلمية والتجارب والبحث الذي ستقومون به ضمن المجتمع والبيئة التي تعيش فيها المرأة. سيهان بركات، أحد الأعضاء بمركز جينولوجيا علوم المرأة. هذا المركز راح يكون فيه له عدة فروع. طبعا الفروع بتبلش بالدراسة حول وضع المرأة في منبج، وضع المرأة بشكل ميداني وبشكل عالمي. نحن راح نركز على الشكل الميداني، راح يكون من خلال الدورات. هاي الدورات انضمام النساء من جميع المراكز لدورات، تحاول هاي الدورات يعني اعطاء أمور بتخص المرأة، دراسة أمور بتخص المرأة، فتح المجال أمام المرأة للمناقشة. طبعاً أكثر الأمور رح تواجد هون هي الأمور الاجتماعية المتعلقة بحياة المرأة. نحن بنعرف إنه المرأة هون بمنبج لها وضع يعني مغاير للأوضاع الموجودة في المناطق الأخرى، طبعاً نحن رح نحاول نستغل هذا الوضع الجديد، ومن خلاله رح يتم إعطاء دورات. هاي الدورات سياسية، ثقافية، اجتماعية، بتخص المرأة وين ما كانت، وخاصة هلا المراكز الموجودة. نحن شايفين إنه المرأة موجودة بكل المراكز، فرح يتم استدعاء جميع المراكز لحتى ينضموا لهيك دورات، لحتى نحن نحسن إن نقدم المرأة ثقافيا، سياسيا، اجتماعيا، بكل المجالات اللي بتخص المرأة بشكل عام.